لا بطبيعة الحال كاين أولويات، ولكن واش هذه المشاريع كتضرب هذه الأولويات؟ هذا هو النقاش اللي كاين اليوم. تنتكلموا على اختيارات استراتيجية بالنسبة للمغرب باش نجلبوا استثمارات، باش نطوروا البنية التحتية ديال بلادنا. بطبيعة الحال إذا جينا نتكلموا على واش يمكننا نديروا بهذه الفلوس شي حاجة أخرى، يمكن نعطي رقم، لأنه اليوم التكلفة ديال تي جي بي كتكلف على 15 مليار ديال الدرهم. هو نفس الرقم اللي كيخلصوه المغاربة سنويا على السجائر، ماشي مصاريف خاصة. ما هاد المشاريع الكبرى ولا هاد التصور ديال البلاد ما بغيناش نتعاملوا معاه فقط غير بمنطق ديال انه هذا استثمار ديال الدولة وهذا استثمار ديال ولا هادي اموال ديال الناس، فقط غير باش نعطيو قيمة، باش نعطيو اننا حنا راه سنويا كنكميو تي جي بي. تنرجعوا سنوات الى الوراء، هاد النقاش نفسه كان على الاختيار ديال طرق السيارة في المغرب، ولا احد اليوم تيقول بانه الطرق السياره كان خطا بالنسبه لاختيارات ديال بلادنا.